شرفتني معاك ان شاء الله. اهلا بك. اتفضل. ابدا مع سياده النائب. سياده النائب، انت طرحت طرح قوي جدا، ويمكن اثار جدل وبلبله، ان انت بعت لاتحاد الكوره بتقول لهم انا عايز افصل ما بين الانديه الجماهيريه وانديه الشركات، لان انا قلت ان مصر دلوقتي الدوري المصري بقى عباره عن دوري الشركات، والثلاث فرق اللي صعدوا من الثلاث مجموعات في القسم الثاني هي شركات في ظل وجود انديه جماهيريه كبيره. بص يا ابو حميد، خلينا بسم الله الرحمن الرحيم الاول نتكلم، نقول ايه؟ الكوره بقت امكانيات وفلوس من الاخر، صح؟ صح. يعني لو انت حتى عندك ابن بيلعب معاك، زي ابني مثلا، ابني مثلا بيلعب معايا، وتعرض عليه حاجه اكثر من نادي الترسانه هيمشي. صحيح. مش مكتوب الكلام ده كله، ما فيش ولاء وبتاع وفانيلا والكلام ده كله، انا ما بحبوش ولا مش على ارض الواقع مش موجود. عشان نتكلم بقى نتكلم كلام صح. تمام. طيب حضرتك دلوقتي، انا نادي اجتماعي وعندي امكانيات وعندي ميزانيه، وانا قلت ناس عندي كده، انا مش هاخد فلوس الاعضاء واعمل بيها فرقه كوره، اصرف كل الفلوس في كل الفلوس اللي عندي على الكوره، لا انا ليا ميزانيه، انا بصرف 25%، ميزانيتي تطلع 50 مليون بصرف 12، هتبقى السنه دي 60 هصرف 15، اكتر من كده ما اقدرش. ده كله بيأثر على النادي من الاخر. طبعا. الحمد لله النادي اجتماعيا وصل مرحله ممتازه جدا، والميعاد بس بيقف في ميعادها، وكل واحد مرتاح، ما عنديش مشكله خالص ماديه الحمد لله رب العالمين. تمام؟ تمام. فده بيبقى فيه فكر وحسب التدفقات النقديه اللي انت بتعملها. تمام. طيب دلوقتي الشركات، مع احترامي لانديه الشركات كلها، عندها ميزانيه مفتوحه وعندها امكانيات غير طبيعيه بالنسبه لي. يعني مثلا خلينا، انا راجل بتاع ارقام، انا بقول لك السنه دي مثلا الكوكولا اللي طلع دوت صرف له 28 مليون. انا صرف 12 والناس فاتحيني في النادي. في فرق قد ايه؟ طيب الداخليه انا بقول لك صرف 21 مليون وما طلعتش، زد صرف 27 مليون وكانت هتنزل. شوف الارقام. 27 مليون اه وكانت هتنزل. الارقام دي صح، ارقام فيكسد. والقناه، لا معلش تعالى بقى، والقناه برضه في العشرينات. تعالى بقى اللي طلع بقى من الناحيه الثانيه، فاركو بقى له مثلا اربع سنين بيصرف، صرف له، انا بقول لك في الاربع سنين دول فوق 200 مليون. 200 مليون جنيه؟ اه في الاربع سنين دول كل سنه بحاجه و40 عشان يطلع. طب انا اروح فين؟ انا كنادي شعبي اروح فين؟ فانا اقترحت اقتراح يا جماعه، احنا كده الانديه الشعبيه بتنقرض، احنا هنتلاشى. معلش مع احترام الناس كلها، نادي شبين نزل السنه دي، نادي عريق جدا ومعاه طنطا، نادي يعني حدث ولا حرج، وسيرس نادي شعبيه اهي. طب الدور جاي علينا، انا بقول لك الدور جاي ما جاش السنه الجايه، هيجي اللي بعديها، مفيش فصال، بقت الكوره بقت امكانيات. طب احنا ليه يا جماعه ما نحطش الناس كلها، خلي الناس الغنيه في حته والفقراء في حته. يعني مسمينا ان الفقراء بس الماجورتي في البلد مثلا، واخد بالك؟ خلاص يبقى هم دول ناخد منهم مجموعتين، والمجموعه الثانيه خلي الغنيه مع بعض، عندهم امكانيات كل واحد يطلع منهم، يبقى انا ضمنت واحد يطلع من الشركات واثنين، كاني عملت كوته مثلا حتى زي الانتخابات كده. لكن كده انا بقول لك شركات ومؤسسات، شركات ومؤسسات. اه لكن انا بقول لك نادي القناه ده بتحسبه مثلا نادي نادي مؤسسي؟ اه مؤسسي. تمام. طبعا. مثلا زد، زد برضه مثلا. والانديه على شاكلتها. لكن الانديه الجماهيريه خليها لوحدها. هتطبق ازاي؟ تعالى نشتغل على التطبيق. قول لي هتقسمها ازاي؟ يعني الالومنيوم ده نادي شركه ولا نادي شعبي؟ لا المفروض شركه. نادي شركه. اه. طب الالومنيوم هيلعب مثلا، هو في نجا حمادي يلعب مثلا يعني مع نادي القناه؟ معلش نادي الالومنيوم برضه عنده امكانيات. وحتى لو مفيش، لو حتى نادي شركه ما عندوش امكانيات قوي، لا انا بقول لك اتحاد الكوره يساعده عشان نمسك، هيستثنى يبقى نادي او اتنين بكتير قوي، اللي هو نادي مؤسسي او تطبيقه مش صعب يا ساتر. لا مش صعب، هي عمليه ايه؟ عمليه نقل. هو انت لو طلعت الالومنيوم درجه اولى هتعمل ايه؟ لازم العب هناك؟ نفس القصه. اه المشكله فين بقى؟ لكن انا بتكلم على، خلينا نتكلم على العموم، العموم ذات نفسه، لان الموضوع فيه مشكله جامده. انا بقول لك في اربع خمس سنين مش هتلاقي نادي شعبي موجود على وسائل الشخصيه الكلام ده. تمام. يعني لو قلنا مثلا السويس، انا طول عمري اعرف ان في نادي منتخب السويس. اسمي مادلين حنا، سني 29 سنه، كان وزني قبل العمليه 155، وبعد العمليه وصلت ل 100 خلال سنه. وكان عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفس وفي الحركه، ودكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار، ومن ساعه العمليه وانا صحتي بقت احسن، وبقيت عارفه اتحرك اكتر وعارفه اشتغل احسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفه مستمره، وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عملية تحويل مسار، كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم.